مساء الخير عليكم ويا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده في مطبخنا مطبخ ايمه هندخل مع بعض المطبخ وهنستخدم نفس عجينه السابلي اللي احنا كنا شلناها في الثلاجه. العجينه اللي انا عملتها قدامكم وريتكم قد ايه شكل السابلي بيطلع تحفه هايل بمكونات ممكن تكون موجوده عندنا في كل بيت ومش ممكن ابدا اي حد يصدق ان انت عاملاها جوه بيتك. الحقيقه ان انا شلت تلت العجينه اللي انا كنت عاملاها، حبيت استخدمها بعد كده في تارت التفاح. طبعا انا مش بحدد انها لازم تكون تارت التفاح، احنا نقدر نستخدم نفس العجينه نعمل بيها تارت الخوخ، نعمل بيها تارت الاناناس، نعمل بيها تارت الفراوله لو انتوا حابين. الحاجه الوحيده بس ان انا النهارده هعمل كريم، نوع من انواع الكريم، علشان ده اللي بيدي فليفر وبيدي طعم حلو جدا للوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. يلا بينا مع بعض. وقبل ما امشي ما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، ويلا بينا ندخل مطبخنا للنهارده ونعمل وصفتنا تارت دوبام في مطبخنا مطبخ ايمه. زي ما انتوا شايفين ده التولت العجينه بتاعت السابلي اللي انا شلتها عندي في الثلاجه، وهبتدي دلوقتي من التلت ده اللي انا عاملاه اعمل منه التارت بتاعه التفاح تارت دوبان. هحط بس رشه كده من الدقيق علشان ابتدي افرد العجينه بتاعتي اهي. هي طبعا شويه قاسيه مش زي ما كنا عاملينها لانها قعدت في الثلاجه شويه. السمك اللي انا عايزاه، انا عايزاه بالسمك ده. انا هنا حطيت بس نقطه وحيده كده من الزيت، يعني زي ما انتم شايفين اهو، علشان اضمن ان التارت بتاعتي هتطلع وانا بقطعها من الصينيه بشكل حلو. يعني الفرن زي ما قلت لكم ان هو والع، هنقل بس العجينه بتاعت التارت واحطها حالا في الصينيه قصادكم. الجزء ده انا مش برميه يا جماعه، انا بقدر استخدمه بعد كده، بقدر اعمل منه بقطعه صغير وادخله الفرن اعمل منه مجموعه من البسكوتات الصغيره، او ببطن بيه قالب صغير واقدر استخدمه برده كقوالب صغيره لو حد عندك في البيت نازل الشغل او الصبح مثلا حد مستعجل بيه مش محتاج يروح يقسم من دي، بيقدر ياخد حواري حضرتك حالا ازاي ممكن نحطها في قوالب صغيره ونستغل الحاجات اللي بتطلع. لان ده بسكوت السابلي زي ما قلت لك، العجينه نفسها حلوه جدا اللي هي الباتر كوكيز. ودلوقتي حالا هنروح للخطوه اللي بعد كده وهي الكريمه. انا كده خلاص دخلت السابلي بتاعي او التورت بتاعتي جوه الفرن، انا كمان 6 دقايق هروح ابص عليها. في الاثناء اللي هي جوه الفرن باجي هنا باي حله اي طاسه حضرتك موجوده عندك بتاخدي معلقه كبيره، يعني معلقه اكل كبيره من الزبده، معلقه اكل كبيره زبده، هنحط عليها معلقه كده يعني مليانه من الدقيق، معلقه تانية مليانه من النشا، ونص معلقه كمان من النشا، معلقه ونص اكل كبار من النشا، معلقه من الدقيق، معلقه كبيره مليانه من الزبده، وهحطها على النار على درجه حراره متوسطه. انا كده اهو خلاص الدقيق والنشا بتوعي اتحمصوا، هكون محضره جنب ايدي كوبايتين من اللبن، كوبايتين من الكوب المعياري اللي انا محضراه، وبستمر في التقليب علشان الكريمه بتاعتي ما تكلكعش. في الوقت ده بزود على اللبن اللي عندي ده حوالي معلقتين، واحد اتنين، معلقتين من السكر. انا هنا حطيت معلقتين كبار، معلقتين اكل بنشرب بيهم الشوربه دول، وحضرتك تقدري تختاري لو عايزه تزودي في كميه السكر، وبستمر في التقليب لغايه ما الخليط اللي عندي ده يبقى خليط سميك مهلبيه، يعني زي المهلبيه كده. زي ما
انتوا شايفين انا الكريمة بتاعتي ابتدت تتقل اهو. انا باجي هنا احط عليها نص معلقة من الفانيليا. انا يا جماعة ما عنديش اكياس الفانيليا، لو حضرتك عندك اكياس الفانيليا فبتحطي واحد كيس فانيليا على الكريمة اللي احنا عملناها دي. احنا كده تقريبا ثلاث ارباع يعني الوصفة كده اوكي، هي بقت كريمي اهي زي ما انتوا شايفين. هاجي حالا في اللحظة دي واحط عليها بيضة واحدة. واقلب. زي ما انتوا شايفين لون الكريمة اهو ابتدى يتغير ويبقى لونها اصفر شوية نتيجة للبيض. طبعا الجماعة اللي مش بيحبوا البيض تقدري حضرتك تستغني عنه تماما وما تحطيش بيض بالمرة. لو في عندك في البيت ساور كريم حطي معلقتين ساور كريم، بيدي طعم كريمي حلو. طب ما فيش ساور كريم، لو في عند حضرتك زبادي فريش لسه جاية معمولة النهاردة، حضرتك عاملاها النهاردة او جايباها النهاردة، حطي منها معلقتين، بيدي طعم حلو قوي للكريمة دي. انا كده خلاص الكريمة بتاعتي جاهزة، حطفيت البوتاجاز بتاعي، هاخدها واركنها على جنب لغاية ما ابتدي اطلع التارت بتوعي من جوه الفرن. انا الكريم بتاعي اهو غطى تقريبا كل التارت اللي موجود عندي. هاجي هنا الاثنين الصغيرين اللي انا عملتهم، حاول بس كده اوزعهم. ما تقلقوش يا جماعه وانتوا بتشتغلوا خالص، بتطلع النتيجه هايله وناجحه جدا، وهتشوفوا معايا قد ايه هي مش صعبه ابدا وطريقه سهله نقدر كلنا نعملها. انا كده خلاص اهو وزعت كل الكريم وحركن الصينيه بتاعتي دي على جنب، وهبتدي حالا اقطع معاكم التفاح ونشوف شكله هيكون ازاي وهنرصه ازاي على وش الصينيه دي علشان يدينا الشكل الامثل للتورت اللي احنا عايزينها لوصفتنا النهارده. زي ما انتم شايفين الموضوع مش صعب ابدا، سهل جدا اهو. انا جبت بس معلقتين من مربى المشمش، حطيت عليهم معلقتين من المية السخنة، وهبتدي حالا ألمع الوش زي ما انتوا شايفيني كده. وصفتي للنهارده خلصت، وقبل ما امشي ما تنسونيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، واستنوني استنوني في اكله جديده في وصفه جديده. مطبخنا مطبخ ايمه.